ممكن اجيب مامة والدة الملازم محمد طارق محمد الوديع. كل اللي عمله ان نزل التحرير. 22 ضابط بتكلم باسامي الاهالي كلها، لان في اهله من الفيوم وفي اهله من كفر الشيخ وشرم الشيخ واسكندريه، والاهالي عددها قليل جدا. فانا بتكلم باسم ال 22 ضابط ان هم ابطال، ان هم رجاله، ان هم ضباط احرار خلف الثوار. المشير قابلناه وقال دي قرصه ودن، وجه علينا رمضان قاعدين لو وقفينا ومش ناويين يخرجوهم. 22 ضابط، كل ضابط 10 سنين سجن، ادوهم 10 سنين سجن. اللي نزلوا قالوا يا ام الشهيد انت امي، ابنك ابني في السجن الحربي. قال هعيد المحاكمه وبعدين نزل اعلان ان هو فرج عنهم، ما فرجش عنهم. وقابلناه مرتين وقال ده قرصه ودن، وللاسف مش ناوي يخرجهم. تمام؟ فدلوقتي احنا عايزين كلمه فيها مصداقيه، ناوي يخرجهم ولا مش ناوي؟ وبعدين في رائد سجن، رائد السجن اتهجم عليهم وبهدلهم وجاب لهم 6 شهور سجن. وعلى النظام ده مش هيخرجوا. لما يدخل رائد ودخل مقدم ويقول سب وكتف في المحكمة، يبقى هو كده مش ناوي يخرجهم. حكموا عليهم ب6 شهور، يعني 6 شهور امبارح اتحكم عليهم، لأن 6 شهور مع مشكلة مع رائد السجن. يبقى ايه الموضوع؟ حد يفهمنا، حد يقول محبوسين ليه؟ دول أبطال، دي رجالة زي ما انتم شايفينهم، ما قالوش حاجة غلط، ما غلطوش في المجلس العسكري، ما سرقوش البلد، ما هتكوش عرض البنات. دول نازلين يحموا الثورة، يحموا ولادهم، يحموا امهاتهم. عملوا ايه؟ كلهم صغيرين زي ما انت شايف، يعني كده ده مستقبلهم ضاع. بناقص مش عايزهم في الجيش يخرجهم، لان دول انضف ناس في الجيش. تمام؟ بشكرك جدا. Let's go!